قال أبو بكر الصولي جالست الحلاج تجالسوا ودرس عنده. الخلاصة طلع بها شنو؟ نقل عنه الذهبي قائلا قال جالست الحلاج فرأيت جاهلا يتعاقل وعييا يتبالغ وفاجرا يتزهد وكان ظاهره أنه ناسك، فإذا علم أن أهل بلدته يرون الاعتزال صار معتزليا أو يرون التشيع تشيع أو يرون التسنن تسنن، وكان يعرف الشعبذة والكيمياء والطب، يعني بتلون حسب دين أي منطقة. وده الكلام اللي قاله حسن البنا عن حقيقة منهج جماعة أو حزب الأخوان المسلمين. حسن البنا قال شنو لما أسس جماعته؟ قال أيها الرفاق إن حقيقة دعوتنا حقيقة صوفية وجماعة سلفية وحركة اجتماعية وتظاهرة رياضية، كله مع السلفيين يعمل فيها سلفي زي نزعيد الغرني وسلمان وسفر وغيره، يعمل لك فيها سلفي وأكبر إخواني. مع الصوفية ما شفت أنا عصام أحمد البشير يمشي هنا مضوم بان وبقرون ولو ما أنتم أهل التقاب وأنتم أهل الغران، وشايف العشب إيش هو وذاك الضلع، وأنتم نار الغران ويتعشى ويترع ويفوت. المنهج ده قديم، التلون ده من زمن الحلاج، قديم جدا ما جديد. وكل الناس اللي لعبوا في الدين في البلد دي وغير البلد دي ما لعبوا وجابوا دجل من راسهم، انما شافوا الدجالين الكذابين قبالهم سووا شنو؟ سووا زيهم. زي ما انتم سلفيين عندكم سلف وهم خير سلف، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ديل عندهم سلف وهم شر سلف زي الحلاج وغيره. طيب